مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من العاصمة اليمنية صنعاء. أرحب بكم في هذه المقابلة الخاصة مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام. للمرة الثانية نلتقي به هنا في العاصمة صنعاء. أهلا وسهلا بكم فخامة الرئيس. يا مرحبا فخامة الرئيس. نبدأ، ربما الحرب تدخل شهرها السابع اليوم. هناك الكثير من المتغيرات على الساحة اليمنية، هناك الكثير من المتغيرات ميدانيا تحديدا. قوات التحالف السعودي الآن تسيطر على عدن، الحكومة حكومة هادي عادت إلى عدن، نائب الرئيس هادي يتواجد أيضا في عدن، وإذا ما انتقلنا إلى الشمال القوات التحالف أيضا وصلت إلى مأرب تحديدا على مشارف العاصمة اليمنية صنعاء. هل تشعرون بالخطر بعد هذه التطورات؟ أعبر عن أسفي الشديد لهذا التدخل السافر في الشان اليمني. كان هناك أزمة وخلاف يمني يمني، ولكن يبدو أن التدخل هذا يأتي بأثر رجعي، يأتي بأثر رجعي ابتداء من قتل الحجاج في تنومة، الحجاج اليمنيين قبل 34، وتأتي إلى حرب 31-32 إلى اتفاقية الطائف في 34. فهناك تراكمات من الخلاف اليمني السعودي، زائد ما حدث في عام 93-94 عندما دعموا الانفصال لفصل الجنوب عن الشمال. فالشغل بأثر رجعي. لو جيت تبحث عن الحقيقة خلال هذه الأعوام التي مضت بعد معاهدة الطائف لا يوجد خلاف، كان خلاف حدودي بين الكر والفر، ولكن كان الحوار مستمر مع السعودية. مع السعودية أسفر هذا الحوار الذي طال أمده حوالي 66 سنة وستة أشهر، حتى وقعنا على المعاهدة الأخيرة وهي اتفاقية الحدود النهائية مع الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة. في جدة، نعم. فيبدو الشغل بأثر رجعي، يشعروا بمشكلة تدخلهم في عام 93-94 انها هزيمة. هزيمة عندما فشلوا في تحقيق الانفصال. كان هناك التفاف شعبي وحشد عسكري جيد، استطعنا ان نحقق انتصارات جيدة وهزمنا الانفصال. صراحة انا لا اعتبر هزيمة للاخوان اليمنيين انفسهم الذي اعلنوا الانفصال في المحافظات الجنوبية، ولكن الهزيمة هي لمن مول ومن دعم عسكريا ماليا سياسيا. وانتم تتهمون السعودية بهذا الامر؟ هذا نعم، الاشقاء في المملكة العربية السعودية للأسف الشديد، وما كانش يظهروا بمكشرين بانيابهم او قلبة عيونهم، كانوا مبتزمين ولكن بيشتغلوا بشغل دقيق للانفصال. ليش بيشتغلوا للانفصال؟ لانه ما كانش متوقعين تحقيق الوحدة في 22 مايو 90. هذه النقاط فخامة الرئيس مهمة، نقاط تاريخية مهمة جدا، لكن لو تحدثنا عن هذه اللحظة الآن، القوات السعودية الإماراتية تتواجد على مشارف العاصمة اليمنية صنعاء تحديدا في محافظة مأرب، المواجهات مستمرة هناك وهم يقتربون ويحرزون كما يقولون الكثير من التقدم. أنتم شخصيا هل تشعرون بالخطر من هذا التقدم ومن هذه السيطرة؟ أنا لا أشعر بقلق، لأن الشعب اليمني موجود، والسعوديين في أيام الدولة السعودية السابقة وصلت إلى عدن ودخلت حضرموت ودخلت هدمت المقابر في كل أنحاء الوطن اليمني في
في شرقه وغربه وجنوبه وشماله. متى كان هذا؟ الدولة السعودية الأولى، الدولة السعودية الأولى تحت اسم ما يسمى الإمام محمد عبد الوهاب، المذهب الوهابي، وجاءوا وكان هاجموا اليمن. أنا لا أشعر بخطر، صحيح دخلوا عدن لكن ما دخلوا السعوديين للأسف، دخلوا أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه دولة الإمارات كنا لها كل الود وكل الاحترام للشعب وللقيادة إلى هذه اللحظة. إلى هذه اللحظة لماذا؟ لأن علاقتنا بهم ممتازة وليس بيننا وياهم أي منافسة حدودية أو مشاكل سياسية على الإطلاق، بل كان علاقة ودية في عهد الشيخ زايد وفي عهد الشيخ خليفة والأخ محمد بن زايد، علاقات جيدة. السعوديين عارفين علاقاتنا بالإمارات أنها علاقات جيدة وممتازة ومتميزة، فدفعوا بالإخوان في الإمارات تحت اسم عاصفة الحزم وبعدها الأمل، الحزم، وأن عليهم خطر من اليمن. من الخطر؟ أنت خلافكم مع من؟ إذا كان الخلاف مذهبي بينكم وبين أنصار الله، وخلاف على أساس إذا قلنا أجزنا أن أنصار الله مختلفين معهم مذهبيا كمذهب محمد عبد الوهاب أو المذهب الوهابي، طيب شو دخل الشعب اليمني؟ تضربوا مقدراته، مقدساته، تاريخه، آثاره، مساكنه، مستشفياته، مدارسه، جسوره، كل شيء. ليش؟ إيش السر؟ ما هو السر؟ ليش تضرب الشعب اليمني بهذا وتحشدوا هذا التحالف الذي فاق أكثر من 13 دولة حشدتوا له، زائد الدعم اللوجستي الأمريكي والدعم الصهيوني أيضا. هم لا يضربون الشعب اليمني كما يقولون، هم جاءوا ليضربوا علي عبد الله صالح وأيضا الحركة الحوثية أنصار الله، وبالتالي يستهدفونهم في جميع المحافظات. طيب علي عبد الله صالح موجود، ماذا عمل بهم علي عبد الله الصالح؟ علي عبد الله الصالح ترك السلطة في 2011 طواعية، وكان يمتلك من القدرة العسكرية كما قالوا هم، مش أنا أقول، أنه الجيش الخامس، هذا كان يقولوا على سطام حسين ورجعوا عكسوها علي أنا، ولا جيش خامس ولا سابع ولا عاشر، كلا جيش منظم صحيح، جيش مدرب صح، جيش مؤهل صح، كان وضعنا جيد عسكريا. لكن أين ذهب هذا الجيش؟ أزعجهم هو تنظيم الجيش في عندما حضروا الاحتفال العيد العاشر، وكان الملك عبد الله في ذلك الوقت وليعه وعدد من الأمراء، فترجمتها لهم المخابرات الأجنبية وبالذات الصهيونية والمخابرات الأجنبية بشكل عام أن هذا يشكل عليكم خطر هذا الجيش، فبدأوا يحيكوا هذه المؤامرة مثل ما حاكوها على سلطان حسين. مؤامرة؟ ما هي المؤامرة التي حاكوها؟ بدأوا يحيكوا المؤامرة الإخوان في المملكة العربية السعودية ضد النظام في اليمن، وعادوا إلى قواعدهم السابقة، إلى حركة الإخوان المسلمين الذين هما من نسيجهم، خريجين مع جامعاتهم، خريجين مدارسهم، يعني خريجين مدارسهم وجامعاتهم، وايضا كانوا هم من يدعموهم ويحركوهم الى افغانستان، حركه الاخوان رجعوا اليهم. ولهذا جاءت حق الاعتصامات في 2011 هي بدات من الاخوان المسلمين في حي الجامعه بدعم سعودي. لكن كان هناك قطاعات واسعه من الشباب اليمنيين من جميع التيارات السياسيه ومن المختلف، بس النواه او القاعده او هم الاخوان. صحيح خرجوا بعض الشباب من كل التيارات السياسية بأعداد محدودة، لكن الأساس هي حركة الإخوان المسلمين الذين خرجوا إلى حي الجامعة. طيب بدعم من؟ بدعم سعودي. كان حركة الإخوان المسلمين تستلم دعما سعوديا من اللجنة الخاصة منذ أن توليتنا السلطة في عام 78، وهما يستلموا دعم تحت حجة أنهم بيدعموهم لمواجهة الجبهة الوطنية في المناطق الوسطى، واستمر هذا الدعم. بعلمكم؟ بعلمي ومعرفتي. لماذا سكتتم على هذا الامر؟ وكنا نحتج عليهم ونخاطبهم نقول لهم هذا تدخل وهذا مش عارف، قالوا لا بس احنا كنا بنعتبرها مساعده للنظام لمواجهه
الجبهة الوطنية. هذا الذي حصل. الوجود السعودي وصل إلى عدن، نعم، مش هو، وصلت الإمارات العربية المتحدة. وهناك تواجد سعودي أيضا، تواجد شكلي، لأن السعوديين هما الآن على حدودهم في مواجهة مع ما تبقى من جيشنا وما معنا من اللجان الشعبية والقوات الشعبية على الحدود السعودية، فهما في مواجهة في جيزان وعسير ونجران. فدخل الإخوان على الخط الإماراتيين، وما كنا نتمنى للإمارات أن تتورط، لأن ما بيننا وبينها خصومة على الإطلاق، بس السعوديين أقحموهم. لماذا؟ لأن العلاقات متميزة، وهما غير قادرين السعوديين يدخلوا إلى أي مكان، هم عارفين وزنهم وعارفين حجمهم وعارفين مقاتليهم. فورطوا الإخوان السعوديين ومجموعة من البحرينيين والقطريين. سهل القطريين ما يقولش مشكلة، القطريين ما يشكلوش مشكلة علينا، لأنه كم الدك وكم مرقة، ما يشكلوش مشكلة القطريين، كم جيشهم، وربما يجون من القطريين هم من المجندين اليمنيين معهم، ربما من المجندين اليمنيين. طيب، سيطروا على عدن، أوكي، عاد بحاح وعاد هادي إلى عدن، كويس، تنفيذا للقرار 2216. إذا هم طلبوا مننا أن نتعامل مع القرار 2216، لكنه عاد بمعنى رغما عنكم ولم يعد بموافقتكم إلى عدن، دخل بقوة عسكرية، نفذوا القرار هم بالتدخل، نفذوا القرار بالتدخل العسكري والإنزال الجوي والبري والبحري، واحتلوا عدن. مش مشكلة، احتلوا عدن، حيخرجوا مثل ما خرجوا الانجليز. الشعب اليمني قادر ان يواجههم مثل ما خرجنا الاتراك. انا هذا، لكن ليس هناك مقاومه الان في عدن ضد، لا، انت مقاومه خليها تهدأ الامور، معلش هي تصير مقاومه مع حد. التواجد الاماراتي والسعودي طبيعي، ما بيقبل اليمني على الاطلاق على ارض احد. فسيخرجوا، سيخرجوا، سيرحلوا، سيرحلوا. انتم تهددونهم؟ لا، انا ما هددهم، سيرحلوا اجلا ام عاجلا، سيرحلوا، سيرحلوا. الشعب اليمني كفيل انه يخرج في عدن. طيب، اجي لك على خط مارا، جو على خط مارا، خط الصحراء، دخلوا من الشروره والوديعه، ودخلوا على الابر، ودخلوا الى صافر، وصلوا الى مارب. المقاتلين حقنا مقاتلين اقوياء وشجعان، ما تبقى من الجيش، مش الجيش، الجيش مش موجود، ومن اللجان الشعبيه مواجهين بشكل جيد وصامدين، رغم الضربات الموجعه بالطيران، حوالي 200 طيارة إلى 300 طيارة ذي بتقاتل، زائد الهيليكوبترات الأباتشي المش عارف إيه، وابل من النيران. مع ذلك جماعتنا صامدين وأقوياء وجيدين. قبل أسابيع كان هناك صاروخ توشكا أطلق على التجمع للقوات الإماراتية وأحدث كثير من الدمار، وأيضا أسفر عنه سقوط عدد كبير من القتلى. هل كان لديكم علم بهذا الصاروخ؟ لا، لا علم لنا لا بصاروخ، لا، الصواريخ مش بأيدينا، والدبابات مش بأيدينا، والطائرة مش بأيدينا، هيها في أيدي أنصار الله. صراحة أنصار الله هم المسؤولين، هم المسؤولين على السلطة. طيب، ما حكوا يعني أطلقوا صاروخ أنصار الله، أطلقوا حرب بينهم وبين غزاة. يعني الإماراتيين هم جابوهم السعوديين، لأنه السعوديين عارفين ما لهمش قبول في اليمن أن يدخلوا بجنودهم في الدول الإماراتية. الإماراتيين مقبولين من ناحية، من ناحية قبلية، من ناحية سياسية، الشعب اليمني مش مستفز منهم. ليش؟ هي تقول هي في جبهة، أنتوا جبهة إيه؟ الحدود. قالوا إحنا في جبهة عسير وجيزان ونجران، نواجه سنتحدث عن هذه الجبهة لاحقا. نكمل في مأرب. اليوم القوات التحالف على مشارف صنعاء، ماذا لديكم أنتم لمواجهتها؟ أنتم الهدف من هذا التقدم، علي عبد الله صالح على رأس المستهدفين، ماذا إذا وصلوا إلى صنعاء؟ هل أحبهم، مستضيفهم، لن تغادر صنعاء؟ لا، هذا مستحيل. عرض علي متى؟ كل يوم عرض، مش كل شيء أثناء الحرب؟ لا، الحين في من أسبوع، من 10 أيام، أنه الدولة خمس طائرات هيليكوبتر أمريكية وتأتي إلى سنحاء، وأطلع عليها أنا ومن أحب، وغادر إلى أين ما تشتي، أين ما تريد. والعرض الثاني عن طريق مؤتمرين الذي هم مقيمين في القاهرة. من قدم العرض الأول؟ العرض الأول الأمريكا،
والأرض الثاني. والسعودية وافقت على هذا الأمر؟ ما شاءت، هذا الأمريكان ما عجوش من أنفسهم، وبعدها عناصر من اللي كانوا في السلطة من عناصر المؤتمر في المقيمين في القاهرة كانوا يشتغلوا استخبارات مع السعودية عندما كانوا في السلطة، أعرضوا عرض أنه أنت تغادر، وقد عرضوا أن أعرض عليك تذهب إلى المغرب أو إلى أثيوبيا، لأن رئيس وزراء أثيوبيا هو مرحب بك بوصية من مجلس نيناوي أنه ترحب بك وتصير تقيم هنا. قلت لهم أنا أقيم في الوطن. هم زعلانين ليش؟ هؤلاء أصحاب القاهرة الذي خرجوا من المؤتمر معظمهم زعلانين أنهم خرجوا. ثاري مثل من هؤلاء القيادة؟ أنا ما أمشيش الأسماء وأنت تعرفهم أكثر مني. نريد أن نعرف من هم. أتعرفهم عبر كل القنوات. زعلانين أنهم خرجوا وما لهمش مكانة، استلموا لهم زلط من اللجنة الخاصة السعودية، وإذا هم خارج لاجئين في القاهرة في السعودية في دبي في شو يخرج عليه عبد الله صالح؟ كل شيء إلا يخرج ويترك المؤتمر. قلنا المؤتمر له لوائحه ولأنظمته، يعقد مؤتمر عام باسمه ينتخب لك قيادة جديدة. قالوا بس نشتي منك أنه حتى لو عقد المؤتمر تتعهد أنك ما تترشحش. قلنا أنا أتعهد، اتركونا أوقف الحرب وأنا لا أترشح. طيب هؤلاء من المؤتمرين الفارين، أدي لك قصة المؤتمرين الفارين وغيرهم مثل الناصريين على الإخوان المسلمين الموجودين في الرياض في القاهرة، هذه ستكون قصتهم. شو مهما طالت الحرب ولا قصرت سنتصالح مع السعودية، سنتصالح تماما، سنتصالح ونتفاهم، وحيكون مصيرهم هؤلاء الذين في القاهرة وذي في السعودية مصير بيت حميد الدين. ليش؟ يعني هم كانوا ينفذوا سياسة السعودية بيت حميد الدين من عام 62 لسنة 70، هؤلاء بينفذوا سياسة السعودية، حنتصالح مع السعودية آجلا أم عاجلا، وسيكونوا في المنفى هذه في الرياض وذي في السعودية، سيكونوا أتكرمهم السعوديين من شق الشقة ومرتب شهري مثل ما فعلت البيت حميد الدين. هذا هو لن آخر. يعودوا إلى وطنهم؟ لن يعودوا، أتحاكموا الأطفال الذي عادوا في بطن أمه، مش الذي قد خلوه، الطفل الذي عادوا في بنظمه سيحاكم هؤلاء الخوانة الموجودين على أرض السعودية والموجودين في القاهرة وفي أي مكان آخر. طيب فخامة الرئيس، لماذا أنت متمسك برئاسة المؤتمر طالما سلمتم السلطة ولا تريدون أيضا العودة إلى السلطة؟ يا أخي أنا أعلنت عندما سلمت السلطة في 2011 وقلت لهم سأعتزل السلطة، لكن لن أعتزل عن العمل السياسي، سأبقى في المؤتمر. طيب إذا كانت تقتضي المصلحة الوطنية العليا لليمن أن علي عبد الله الصالح يترك المؤتمر، أنا حاضر. أوقف الحرب، فكوا الحصار، انسحبوا من الأراضي اليمنية، أنا علي عبد الله الصالح يعقد مؤتمر خلال 21 يوم 30 يوم. أعقد مؤتمر عام وينتخب قيادة جديدة، وأتعهد وأوضع هذا التعهد وثيقة في الأمم المتحدة إننا لن أترشح لقيادة المؤتمر مرة أخرى. الحزب مهدد بالتفكك بالانشقاقات القائمة. الحزب المؤتمر يعرف من هو مؤسس له ومن هو قائد الحزب ومن هي كوادر الحزب، ومش هؤلاء الذي بيتسولوا في القاهرة ولا في الرياض. الحزب موجود داخل في تعز، في عدن، في صنعاء، في حضرموت، في شبوة، في حجة، في ساطة، في الحديدة، في عمران، في مارب، في الجوف، الكثير من المؤسسين ذهبوا إلى السعودية. لا، هؤلاء مطلبين سلطة، يعني مثلا عدد منهم كانوا ناصريين جاءوا إلى المؤتمر من أجل السلطة، وكانوا يعرضوا الولاء والطاعة أكثر من المؤتمرين المؤسسين. أما المؤتمرين المؤسسين الموجودين ولن يتفلفل منهم واحد. منذ العام 2011 هناك الكثير من القيادات انشقت عنكم. هؤلاء أصحاب مصالح، أتلاحظوا أنهم كانوا وزراء أو رؤساء مؤسسات في الدولة، إذن هم كانوا وراء السلطة، فلما شافوا أقصيوا من السلطة بيبحثوا عن سلطة، ساروا قالوا الدولة مش عارف 30 مليون ريال سعودي لمن؟ لبعض منهم في القاهرة يعبدوا مؤتمر شعبي عام، هناك مؤتمر شعبي عام في القاهرة، وإذا ما قدرتوا تعقدوا مؤتمر بالمؤتمرين الذي خارج الوطن، مؤتمر وطني مؤتمر شعبي عام أولا ويعمل انشقاق، أو إذا ما قدرتوا يعملوا مؤتمر وطني
هؤلاء 30 مليون ريال سعودي ووعدوهم وادوا لهم مناصب في لاولادهم في شركات النفط في شركه ارامكو وادوا لهم مقاولات حق توزيع المواد الغذائيه ووعدوهم بمقاولات اعاده الاعمار في عدن وفي تعز وفي بعض المحافظات. هؤلاء الموجودين المتسولين في القاهره، وانا اسف اني اقول متسولين لكن ارادوا لانفسهم هذا الخيار الان. يعني اطفال ونساء ورجال وشعب بيطالب بمحاكمتهم لانهم وراء الاحداثيات، هذه خارج هذه في الرياض وهذه في القاهره، وراء الاحداثيات والدمار الذي حصل للمؤسسات الدوله والمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القطاع الخاص هما وراها مقابل حفنه من المال. هؤلاء المسؤولين لا يستحوا، وكانوا على قمه السلطه وكانوا عند اقدام علي عبد الله الصالح، عند اقدام يقبلوا ليل نهار. واليوم قدمت انت وطني، اذا كنت وطني ارجع صنعاء، تعال عاني من ما يعاني الوطن. والله هؤلاء كانوا من المتملقين والمنافقين، وان الصامدين والثابتين لمواجهة العدوان كانوا هم المهمشين في المؤتمر، ولا لهم مصلحة مثل ما لهم المصالح هؤلاء هذه خارج اليمن، يتسولوا في شارع الهرم ويتكلموا عن اليمن، تكلموا عن اليمن من في أرضه فوق ترابه بين حجارة في رؤوس الجبال، هؤلاء يتكلموا عن اليمن. هم أيضا يمنيون، ما في شك، من كرامهم يمنيون ما لا ننكرهم، بس إيش اللي خرجك؟ خلاص بعد ما خرج من صنعاء ولا تعد ولا عدن ولا عدن دائما. هناك الكثير من التفاصيل سنتحدث عنها لاحقا، الوضع في عدن، تواجد داعش او ما يسمى بالدوله الاسلاميه، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود لكم. مش قائد الجيش، ان هذا الجيش حق عدن. كشف تقرير خاص لبي بي سي حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون منذ 6 أشهر بسبب غارات التحالف العربي على مناطق مختلفة من البلاد. وفي التقرير ورد أن آلاف الضحايا المدنيين، كما
كما عرض التقرير صورا لمصنع للمياه ضربه طيران التحالف قبل أيام وأودى بحياة أكثر من نصف العاملين فيه بينهم طفل في 13 من عمره. السعودية بررت القصف بأنه استهدف موقع لتدريب مقاتلين، لكن تحقيق البي بي سي لم يرى أي أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات. التحقيق وجد أيضا أدلة لاستهداف متعمد للمدنيين من قبل التحالف المدعوم من الغرب، اتهامات فيما لو ثبتت قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب. صنعاء مدينة محاصرة، 6 أشهر من القصف المتواصل كل يوم. الحملة تقودها السعودية بدعم من دول الغرب. قتلونا، خربوا بيوتنا، ما عبش ما ناكل، جاوعي، بيوت مخربات. في شارع يكتظ بالمحلات في صنعاء سقط صاروخ على بناية آهلة بالسكان. 3 أشخاص قتلوا بمن فيهم أم وابنتها الصغيرة. هذه البنايات مليئة بالعائلات وليست خاوية، إنها مهولة من قبل عائلات. السعودية تنفي أن قصفا للتحالف استهدف مدينة صنعاء القديمة ودمر موقعا مسجلا في لائحة التراث العالمي لليونسكو، لكن من المؤكد أن أسلحة السعودية العسكرية التي تستخدمها لقصف اليمن هي من طائرات الM15 الأمريكية وطائرات التايفون القتالية البريطانية التي تسقط قنابل أمريكية وبريطانية الصنع على اليمن. بالقرب من الحدود السعودية تزداد حدة القصف. البي بي سي علمت بقصف متعمد استهدف مدنيين، هجمات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب. القصف السعودي استهدف هذا المصنع لتعليب المياه. يعني خلاص روح كله، ما عاد فيه ولا شيء، لا عوادم ولا مصنع كامل. التحالف ادعى أن المصنع كان مركزا لتدريب مقاتلين أفارقة، لكننا لم نرى أي دليل يدعم صحة هذه الادعاءات. حجم المأساة الإنسانية كبير للغاية، فالاقتتال بين الطرفين اليمنيين بالإضافة لقصف التحالف دفع ب1.5 مليون يمني إلى ترك منازلهم والعيش في مخيمات. ويقدر بأن نصف سكان اليمن اليوم لا يملكون طعاما كافيا. خديجة تطعم أطفالها بهذه الأعشاب التي تلتقطها من الأرض، تقول إن الخيار الوحيد أمامها وإلا ماتوا جوعا. قبل شهرين قصف طيران التحالف موقعا قريبا من خيمتها. خديجة التي كانت حاملا في شهرها الرابع أجهضت ابنها، ولكنها تقول إنها تخشى الجوع أكثر من القصف. كل الجوع أسوأ من ضربة الطائرة، ما تدرين ابنك يموت مول ولا انت. من أنا أحسب لابن اللي ورايا، ما بيش نفسي. استهداف المدنيين في المخيمات أو في أي مكان آخر يعتبر جريمة حرب بالقانون الدولي. هذه الحرب هي جزء من معركة أكبر للقوى بين السعودية وإيران. لا يؤيد جميع اليمنيين الحوثيين، لكن مع كل قصف للتحالف ومع كل روح تزهق تزداد المقاومة لتدخل السعودية والتحالف المدعوم من الغرب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من هذه المقابلة الخاصة التي نجريها من العاصمة اليمنية صنعاء مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام. أهلا وسهلا بكم فخامة الرئيس مرة أخرى. نعود إلى الوضع في عدن. تحدثتم عن وصول القوات الإماراتية والسعودية وقلتم بأن الإمارات تورطت هناك بإعاز من السعودية. اليوم هناك عمليات استهدفت حكومة بحاح مقر الحكومة، وأيضا استهدفت مقر العمليات العسكرية والقوات الإماراتية المتواجدة في البريقة بعدن. هناك من اتهم علي عبد الله صالح بالوقوف خلف هذه العمليات، وقد وصفوا هذا الأمر بأن داعش هي تتبع أيضا علي عبد الله صالح. هو هذا هم بيسيئوا إلى أنفسهم ويسيئوا إلى الإعلام، الحقائق والعالم والمخابرات الدولية تعرف من علي عبد الله صالح ومن داعش. داعش هم حركة الإخوان المسلمين، ودي أنا قاتلتهم قبل ما حد يقاتلهم.
أنا قتلتهم من وقت مبكر، حركة الإخوان هذا داعش. فللأسف الشديد ما حدث عمل إرهابي في عدن، ولكن كانوا حتى مش متأكدين، الإعلام لا الإماراتي ولا الخليجي ولا الدولي كانوا يقولوا هي صواريخ تشكى. صحيح. وكل الإعلام صواريخ تشكى. إحنا فوجئنا أنه في صواريخ تشكى أطلقت. طيب يتضح في الأمر أنه عمل إرهابي بعناصر عناصر من داعش، أعلنوا وطلعت صورهم وبالعربات المدرعات. العربات المدرعات دي معهم هي من الذي دعمهم هادي، دعم داعش ضد تواجد الحوثي والوحدات العسكرية في عدن. هادي يتحمل كامل المسؤولية، ويتحمل مسؤولية القتلى الإماراتيين سواء في مارب أو في عدن، هذا يتحملها هادي نفسه. هذا هو مستهدف من هذه العمليات؟ لا مش مستهدف، هو ذي جابهم. هما كانوا محاصرين في أبيان ومحاصرين في حضرموت، هو دخلهم لمواجهة الحوثيين ولمواجهة ما يسمى بقوات صالح. ما عند علي عبد الله صالح قوات، لو كان عنده قوات ما خرج، وعارف ما بيخرج. لكن أنتم تهددتم هادي في خطاب قوي وشديد اللهجة، وهو حين قلتم بأن من خرجوا أثناء حرب الانفصال في 94 كان لديهم 3 منافذ، اليوم لن يجدوا أي منفذ. كان هذا تهديد لهادي؟ ما تهديد أبدا، واقع ما في معنى فر إلا أنه يطلع عن طريق خط جبهتي البحر، ولا يهرب عن طريق البر ويتحرك لحضرموت ويصير عمها، أو يتحرك للشرورة. ما فيش هذا شيء طبيعي، مش تهديد، هذا شيء عملي. مش قوة، لا معي قوة ولا معي جيش. لو كان عندي جيش وعندي قوة وأنا بقاتل هذه ما يخرجش من طمع أولا. لو كان أنا يعني مستولي على أشياء السلطة كنت حجزته وحاكمته وحفظته للمحكمة. لكن أنا سلمت السلطة طواعية في 2011. ليش؟ تعبت من السلطة، 33 سنة وأنا حاكم كلها، وكما تحدث في أكثر من مقابلة أن الحكم في اليمن مثل ما يرقص واحد على رؤوس الثعابين، هذا ترضي هذا تزعله هذا كلها شغلانة. طيب ما تقوم به الآن أنت وقواتك ومن يوالونك وحزبك أيضا من أجل ماذا؟ إن لم يكن من أجل العودة إلى السلطة، ما تقوم به الآن من أجل ماذا؟ أعوذ بالله، هذه أسطوانة مشروخة ترددها الحدث والعربية والجزيرة، أن علي عبد الله الصالح يشتي يعود إلى السلطة، وإذا قد اعتدلوا يقولوا حيورث ابنه. ابني سفير في الإمارات، أقيل من السفارة وظلت جالس في بيته. ما زال في الإمارات؟ في الإمارات نعم. كيف وضع الآن السفير أو نجلكم أحمد في ظل التطورات الأخيرة، وصول القوات الإماراتية أيضا، التصاعد في اللهجة الحادة ضدكم من قبل الإمارات؟ من الإمارات احنا نتحمل. أحمد في ضيافة الإمارات موجود، هو عائلته وأولادنا كثير هناك موجودين في الإمارات. هو تحت الإقامة الجبرية؟ لا عنده حراسة من الإماراتيين حرصا على سلامته. حرصا على سلامته من أي إنسان عنده ردود أفعال، يعني الإماراتيين مؤدبين إلى حد كبير ويحترموا ضيفهم. ليس لديكم أي تواصل مع القيادة الإماراتية في هذه اللحظة؟ لكن التواصل احنا متواصلين من الأول، واحنا عارفين ما نشتي منهم وهم عارفين ما نشتي من ما يشتوا منا. هذا بعد ما تصفونه بالعدوان، لكن قبل ذلك كان هناك أيضا تقارب بينكم وبين عملت السعودية بكل سياساتها، هذه كلها السياسة العظيمة أنها تدخل الإمارات إلى عدن وتدخلهم إلى مارب، ولن تدخل السعودية. إذا تشتوا تدخلوا تشتوا ما وجه أن أنتم احتليتوا، تعالوا ندخلكم ونستضيفكم عندنا في صنعاء ونفتح لكم المعسكرات، وتعالوا اوقف الضرب قتل الابرياء والمساكين، اما المقاتلين ما بتبقى ما بتضربهم. يعني حتى الان نسبه القتلى والجرحى عندنا ما يقرب عن حوالي 25,000. طيب اكثر من 90% او 95% مدنيين، اما المقاتلين ما قدرش يوصلوا له. المقاتلين حقنا في كل مكان، في الجبال في كل مكان. حقكم انتم علي عبد الله صالح؟ لا حق الشعب اليمني. انا ما عندي، انا اصلي ما انا محارب. لو كنت انا مقاتل كانت تغيرت الموازين تماما، هم يعرفوا علي عبد الله صالح من هو علي عبد الله صالح، كانت تغيرت التوازن تماما وتغيرت المعادله. لكن علي عبد الله صالح سلم الجيش والامن
والخزينة العامة في 2011 طواعية إلى السلطة المدعومة سعوديا. سابقا فخامة الرئيس تحدثتم بأنكم تقاتلون إلى جانب اللجان الشعبية. أنا لا، أنا قلت، أنا لا أصحح في المقابلة، نحن نقف في مواجهة العدوان، نقف في مواجهة العدوان، أقاتل سياسيا وشرط قاتل ميدانيا. ليس هناك مشاركة لكم؟ مشاركة قوات متطوعين من العسكريين، من القبائل، من المؤتمريين، متطوعين. قوات عسكرية محسوبة عليكم أيضا؟ هما بيحسبوا الجيش كله محسوب علي. طيب وانتم لكم حكمتوا وانتم عبد الرب منصور 4 سنوات، وين والجيش؟ مع من كان يحكم؟ هيكلتوا، جبتوا الامريكان يهيكلوا، جبتوا الاردنيين يهيكلوا، هيكلتوا، كسرتوا، مع ذلك سيعود الجيش. متى سيكون هذا ان لم يحدث الان؟ احنا الان بيننا حوار مع المنظمة الدولية مثل المتحدة في مسقط، احنا نميل الى الحوار، وهناك اتفاقية مع المبعوث الأممي في مسقط، اتفقوا على 10 نقاط وذهب بعدها تحولت إلى 7 نقاط، تحول صار ب10 نقاط ورفضوها ورجع مرة ثانية وتحاور مع جماعتنا، وصلوا إلى 7 نقاط مع المؤتمر وأنصر الله، وقبلنا بها. حتى الآن لن يقبلوا بها، يريدوا أنهم لا حوار إلا بلغة البندقية. يا ريت إني بندقية، لكن طائرات F-16 واباتشي وشغلانه، ماش مشكلة سنتحمل مثل ما قلت. ستستسلمون أم ستتحملون؟ ها؟ ستستسلمون؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، لن نستسلم. لقد وصلوا السعوديين في عام 67 إلى مشار صنعاء، وصلوا بالمرتزقة حقهم الملكيين إلى مشار صنعاء، وإذا تعرف جبل النهدين هذه فوق دار الرئاسة وصلوا إليها، الذي يتعرض للقصف المستمر حاليا. أيوه هو وعطان، لأنه هذا عطان مرضي يسلم نفسه والنهدين، هم لكن عطان رجل يقولوا يسلم عليه عبد الله الصالح نفسه والحوثي وعطان، ثلاثة لازم يستسلموا. وذا حين أضافوا النهدين، يجوا الله صنعاء، يا أهلا وسهلا، بس وقف الضرب، لا تدبروا المساكين والضعفة، أما المقاتلين والسياسيين ما بتحصلهم، لا بتحصل سياسي لا بتحصل، وبيضربوا ضرب عشوائي القرى على المدن على المزارع على ولا خلوا مكان. هم يلاحقون علي عبد الله صالح؟ يلاحقوا، معلش يلاحقوا، ويكون لي الشرف اني اكون شهيد من اجل الوطن، يكون لي الشرف العظيم ان استشهد في سبيل هذه الامه. كيف عجزوا عن الوصول اليك؟ انا ابلغهم ادي لهم الاحداثيات انا. طيب فخامة الرئيس تحدثت عن، خلينا اكمل معك. شوف، ويوصلوا الى مشار الصنعاء، يا اهلا وسهلا بهم، اوقف الضرب، التزموا، احنا نفذنا صح، دخلتوا بالقوه 2216 عدن ودخلتوا مارب، طيب مرحبين، انتصرتوا ب 2216، اذا ما عادش داعي للضرب، تعالوا نتحاور حوار يمني سعودي، مش حوار يمني، من اليمنيين قد تحاورنا في موفنبيك اشهر، هؤلاء سبب مشكلتنا على راسهم هادي، هذا هادي مسكين أنا أعرفه، ولا هو داري ما فعل، جابوا له ورقة بيضاء وقع عليها التدخل قوى التحالف لإعادة الشرعية. هو رئيس للجمهورية اليمنية. إيه وقع، المهم أن يكون فخامة الرئيس، يكون يسمى فخامة الرئيس، لا يفقه شيء في السياسة للأسف الشديد، لكن أنا أتحمل جزء من المسؤولية. لا يفقه شيء من مسؤولية صعوده إلى سدة الحكم. نعم، وأنا من أرشحه، رشحته رئيس الدولة، وأنا عارف أنه مرشح من السعودية ومرشح من الأخوان المسلمين، هو تربية الأخوان المسلمين. ليش؟ لأنهم أرادوا يجيبوا رئيس هادئ في يعملوا بقى أذي يشتو، يوقع 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 لهم أذي يشتو للأخوان المسلمين، كما كان يفعل معك أثناء حكمك، كان يعطيك كل شيء وهو نائب لك. يعطيني، لم يعارض لك شيء؟ ما عارض ولا عاي عارض اصلا، ما يعارض ايش يعارض، هو مش داري ما هي المعارضه. لم تكن لديه اي سلطات وهو نائب؟ ابدا، سلطه كامله، سلطه نائب رئيس دوله زي ما هو في الدستور، وزي ما نواب الرؤساء والاولياء العهد في كل مكان. قلتم كلاما مهما وخطيرا بشان هادي، قلتم بانه تربيه الاخوان المسلمين، وهذه معلومه جديده. ما تربيه، نعم تربيه الاخوان المسلمين، حتى بعد سقوط الاخوان المسلمين وخروجهم
من السلطة وجاءوا أنصار الله، كان هو يخضع لأنصار الله، يوقع لأنصار الله ما يريدوا، وما هو الذي خلف بينه وبين أنصار الله. إيش أنت سهلت لهم الطريق وفتحت لهم الأبواب، من تعطل داخل عدن أنت مش احنا. هناك الكثير من ما يقال عن هذه الجزية، قيل بأن أنصار الله لم يصلوا إلى صنعاء إلا بمساعدتك، بتسليمك لجميع المعسكرات الواقعة والخاضعة لسيطرتك والموالية ولا لك. معسكر كذابين، ولا معسكر ولا عسكري ولا ضابط كان يتبعني، كان يتبع عبد الرب منصور هادي، إلا الوهم والإحساس عنده والضعف، كان يعتقد أنه مش رئيس مش قائد الجيش، إن هذا الجيش حق علي عبد الله صالح، ولهذا تبنى الهيكلة ودقدقه، لأنه محسوب على علي عبد الله صالح، أنه جيش عائلي، أنه أمن عائلي، أنه طيب أثبت هل هذا جيش عائلي خلال السبعة أشهر؟ هذا جيش عائلي؟ كم العائلة؟ عائلة 100 شخص، 200 شخص، 300 شخص، هذا جيش قوام أكثر من 400 ألف مقاتل، مدرب على أحدث الأسلحة، تدريب أمريكي، تدريب عراقي، مصري، أردني، فرنسي، استقطبنا خبرات من كل أنحاء العالم ودربنا جيش، كان جيش قوي. أين ذهب هذا الجيش؟ الجيش اليوم. أيوة، مزقه الإخوان المسلمين وعبد ربه منصور هادي، هو الذي مزقهم وربحوا بيوتهم، الآن في بيوتهم. نفس هذا الكلام يقال عنك أيضا، يقال بأنك أنت من دمرت الجيش، من دمرت. تمام. الشعب اليمني هو الحكم، مش الإعلام الحكم. ليش دمرت الجيش؟ أنا ضربته بطائرات الإف 16، أنا هيكلته، أنا طردت القيادة، أنا يعني أقصى هذا باسمه، أقصيت ألوية، أعفاء ألوية من المعسكرات وسرحها، سرح ألوية، مش أنا سرحها هذه، واستعد الضباط واستعد القادة، أنه كل كان عنده عقيدة هكذا في رأسه، كل ضابط وكل جندي من 400 ألف مقاتل إلى أنه هو لحق عليه الطرصة. لكن بدأ الانقسام. لا خليك معي. أنه هو لحق عليه الطرصة. لماذا تبنى الهيكلة؟ هو السعودية تبنوا الهيكلة وجابوا الخبراء الأمريكان ينهوا هذا الجيش ويجيبوا جيش آخر، ولهذا يقولوا الجيش الوطني. طيب وهذا مش جيش وطني؟ من وين جاء؟ علي عبد الله الصالح جابه من حصن عفاش؟ يا مغفلين، بتكذبوا على من؟ جاءت الهيكلة كنتيجة للانقسام الذي حاصل للجيش. لا 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 لا. في أواخر في 2011 كان هناك انقسام كبير. هذا كلام كذب ودعايات كذب وخطاب سياسي كذب، ما فيش انقسام. كان في كتيبة مؤخرة الفرقة الأولى من الرع، هذه يقودها علي محسن، كتيبتين، كتيبة مدفعية وكتيبة مدرعات مدولبة وعشر دبابات، هذا هي الانقسام، هذه انقسام بعد علي محسن واللواء و310 في عمران، هذا الانقسام الذي حصل. الشرطة العسكرية لن تنقسم، الكلية الحربية لن تنقسم، الكلية كلها لن تنقسم، المعسكرات الحرس الجمهوري قوام أكثر من 59 ألف من قسم؟ من قسم؟ الحرس الجمهوري كان يتبعكم. يتبعني؟ يتبع كل وما زال يواليكم أيضا. لا لا لا. يعني كان الجيش 400 ألف كله حرس جمهوري على مختلف التشكيلات يتبعني، أنا القايدة الأعلى، رئيس الدولة هو القايد الأعلى. ما زال حتى هذه اللحظة يتبع. لا 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 الآن لا، يتبع صراحة يكون واضح، يتبع القيادة السياسية الآن هذه ماسكها السلطة وهي مجموعة أنصار الله، أما أنا لا، أنا بري من هذا الكلام كله، لكن ما فيش، ما أستطيع أقول إن ما فيش لي علاقات، لي علاقات بضباط، لي علاقات بجنود، لي علاقات بمقاتلين، لي علاقات موجودة العلاقات، لكن يأتمر بأمر أنصار الله ويتحركوا بأمر أنصار الله مثل ما كان يتحركوا بأمر هادي، وهادي هادي كان يسيره هم الإخوان المسلمين، وكان مسير هيكله، دمروا ضربوا، جاءت السعودية أول ما وصلوا ضربوا الطائرات، طائرات حديثة صراحة، طائرات حديثة من أحدث الطائرات وهي الميج 29 من أحدث الطائرات، وطائرات هليكوبترات ومقاتلات وطائرات النقل دمروها. لكن أين الرادارات؟ أين طبعا في الحرب، يعني أنت إذا كان 13 دولة تلم على دولة واحدة، ودولة ما كان بش قيادة، مجموعة الأنصار الله قيادة قيادة متواضعة، ما عندهمش قائد أعلى ولا عندهم قائد عام ولا عندهم مدير دفاع، ما بش معهم، هم مقاتلي أنصار الله لوحدهم ماشي معهم،
قيادة. أين قيادة الجيش؟ قيادة الجيش فرخها هذه قاعدها، ما فيش قيادة للجيش. والآن من يدير الجيش؟ الآن الجيش إدارة يعني قدرات أرحم الراحم تديره. من هو عنده ضمير من العسكريين والمقاتلين جالس والبقيه في بيوتهم، يقولوا لك حتى نشوف قيادة جديدة نأتمر بأمرها. صح بيخاطبني أنا، هل نعمل نتحرك ولا لا؟ ائتمروا بأمر القيادة الجديدة، هم أنصار الله، ما أمركم توكلوا على الله، والمرجعية حقهم عبد الملك الحوثي. هذا صراحة أنا لا أحد يعتبر بأمري، هذا كل الدعاء كاذبة، ولكن بيطلبوا شماعة، سواء كان هادي وجماعته والإخوان المسلمين أو الإخوان في المملكة العربية السعودية، يطلبوا شماعة يقول لك اشتوا رأس علي عبد الله الصالح. نشتي علي عبد الله الصالح دي حكم 33 سنة، نشتي نكسر رأس. لماذا؟ ما الذي فعلته أنت بالسعودية؟ هذا سؤال وجيه، أنا حرد عليك رد متواضع. أولا تحدث قبل شوية أنه بأثر رجعي عداءهم مع الشعب اليمني، أما عداءهم معي الشخصي هو ابتداء من هزيمتهم في 94 عندما هزموا مع الانفصال. هذا واحد. اثنين، في أنا لأول مرة سأتحدث عنها وهي قضية بسيطة. كان في طائرة أقلعت من مطار صنعاء إلى دبي، واكتشف الأمن في دبي طرد، يقولون أنه طرد ملغو. فتبلغ بقى الأمير محمد بن نايف، كان مساعد وزير الداخلية محمد بن نايف، بلغ الأمريكان. الأمريكان اتصلوا بنا قالوا هذا إجراءاتكم الأمنية مش سليمة، وفي طرد اكتشف على متن طائرة اقلعت لها دبي. من بلغكم يا أمريكان؟ أنا خاطبت الأمريكان. من بلغكم؟ قالوا محمد بن نايف سعودي. أخذت التليفون واتصلت بالملك عبد الله الله يرحمه، قلت له يعني كان المفروض تتصلوا بنا بدل ما تصلوا بالأمريكان، ونشوف احنا بيننا وبينكم تنسيق، والأمريكان تنسيق لمكافحة الإرهاب. قلوا لنا ليش تتصلوا بالأمريكان؟ ما كانت تتصلوا بنا ونحقق تحقيق مشترك. إذا اكتشف أن المملكة ما كانش عنده علم بهذا ما حدث بالبلاغ للأمريكان. فتقريبا أنه اتصل بالأمير محمد بن نايف أو طلبه أو قابله أو شافه، فكأنه حصل بينهم شيء. يمكن الملك عاتب محمد بن نايف أنه هذا ما يصير ولا إيش كذا يعني تقريبا. فكان عتاب الملك الظاهر على محمد بن نايف. محمد بن نايف أخذ في خاطره على علي عبد الله صالح، رغم أنه كانت علاقتي به علاقة جيدة ممتازة صدق، وكان هو مبعوث للملك على مدار سنوات إلى اليمن، كان أحيانا يجي في الشهر مرة مرتين، تنسيق بيننا في مجال مكافحة الإرهاب. فيبدو أخذ في خاطر محمد بن نايف. هذه واحدة من التراكمات. أضيفها على 2094 هذا 1094 للسعودي بشكل عام، وهذا لمحمد بن نايف اثنين. طيب هذه من التراكمات التي أدت إلى السعودية أنها تأخذ موقف من اليمن. ثلاثة، وهو العرض حق العيد العاشر للوحدة هذه عام 2000. أي خليها، هذه ثلاث نقاط متراكمة لدى السعودية. طيب النقطة الرابعة والمهمة والخطيرة وهي الأخطر مننا ولكله، بعد دخول الحوثيين أو قبل دخول الحوثيين جاءت لي رسالة من السعودية، سلمها لي السفير السعودي السابق علي الحماد والسفير السعودي الحالي كان ملحق عسكري، تطلب منك المملكة العربية السعودية التحالف مع هادي، واحد. اثنين، مع أولاد الأحمر. ثلاثة، مع الإخوان المسلمين. أربعة، علي بحسن. تعالف إيش؟ قالوا ضد الحوثيين. قلت لهم أنا عندي ورقة مكتوبة سلمتها لهم أننا ندعو إلى صلح عام
وإلى مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية في الساحة اليمنية دون استثناء. قالوا استثني الحوثي، قلت لا، الحوثي أنا تكاتلت أنا ستة حروب، لكن الآن لا. اليوم أنتم حلفاء. مش حلفاء، احنا الحلفاء الحرب والعدوان هو الذي خلانا حلفاء. احنا هذه ورقة مكتوبة، سلمت لهم ورقة مكتوبة، مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية دون استثناء وبرعاية المملكة. صراحة كان السفير عاقل ذي والحمان، قال لي كلام جميل، خذها توكل على الله. في رمضان العام الماضي تحدثنا عن هذه التفاصيل. نعم، في المقابلة السابقة. برضو أعيدها للناس يعلموا أن إحنا يعني مش كذابين. يمكن حوالي 3-4 أسابيع بلغونا أنه ماشي إلا بالتحالف. قلنا لهم التحالف غير وارد، غير وارد أن إحنا نتحالف مع كل مع هادي وجماعة الأخوان المسلمين. الأخوان المسلمين أعدائنا، أعداء الوطن. الأخوان المسلمين، حركة الأخوان المسلمين في العالم كلها أعداء، أعداء التقدم وأعداء الاقتصاد وأعداء السياسة، أعداء هم عناصر إرهابية في العالم. الإخوان المسلمين؟ أكيد. هذا الإخوان المسلمين هذه حركة خطيرة، من أخطر الحركات في العالم. يريدوا أن يقوموا الدولة الإسلامية، والآن حولوها إلى داعش. أي داعش؟ وأنتم أنتم داعش، أنتم تنظيم القاعدة. هاي حركة الإخوان المسلمين. كانوا حلفاء لكم خلال حلفاء لنا في سنة 78-79 إلى ما قبل الوحدة، كنا متحالفين ضد الجبهة الوطنية هذه كانت تتواجد في المناطق الوسطى وفي تعز وفي إب. هذا صراحة متحالفين. بعد ذلك أيضا كانوا حزب سياسي وحلفاء لكم، كانوا حزب سياسي وشاركوا في الحكومة. نعم، ما في مشكلة. واليوم تتهمونهم بأنهم دواعش وإرهابيين و... أنا اختلفت مع الإخوان المسلمين بعد الوحدة. لماذا؟ كان هناك في تشريع في مجلس النواب توحيد التعليم وإنهاء زواجية التعليم، المعاهد والتربية والتعليم، فطلع قانون رفضوه، والقانون دانو، فبقينا على مد وجزر مع الإخوان المسلمين حول توحيد التعليم. رفضوا التوحيد، وأنه إذا تشتي نستمر معاك تبقى المعاهد كما هي والتربية والتعليم كما هي. قلنا لهم هذا قانون ما يصبر، هذا قانون. وكان احنا ندعم المعاهد في قبل الوحدة في مواجهة الجبهة الوطنية في المناطق الوسطى وغيرها، فاختلفنا معهم مد وجزر من هنا لهنا اننا نوحد التعليم الأساسي وتبقى المعاهد العلمية ما بعد التعليم الأساسي. انقسموا حركة الإخوان المسلمين، جزء أيد وجزء رفض. احنا أصرينا على التوحيد، بعد نفذنا القانون هناك جاء الفراق. بعد ذلك تحالفتم في مواجهة الحزب الاشتراكي والجنوب وعلي سالم البيض. تطورت الأحداث، جاءت مسألة الأزمة والانفصال ومش عارف ايه، التفوا معنا وجاءوا معنا ولمواجهة الانفصال بدون أي تحالف أو قيد أو شرط. تحالف لمواجهة الانفصال زي ما الشعب اليمني الآن متحالف كل مع بعضه لمواجهة العدوى، بعضك تحالف للحفاظ على الوحدة. جاء الخلاف بيننا وبين الإخوان والإخوان المسلمين، لعلمك ولعلم المشاهد ولعلم الذي ما يعلم، مدعومين أمريكيا، وأنا كنت على رأس السلطة واستلمت تعليمات من الأمريكان ادعم حركة الإخوان المسلمين وأن يتحركوا إلى أفغانستان لمواجهة الغزو السوفيتي. هذا كلام مش زيف ولا كذب، هذا مراسلات بيننا وبين الأمريكان. فما تم هذا الأمر؟ تم هذا الأمر، دعمتم الإخوان وأوصلتوهم إلى أفغانستان. نعم، أقولهم شر البلية في العالم الإسلامي كله، ما يجري في سوريا هم وراه، ما يجري في العراق وراه، ما يجري في الأردن، ما يجري في مصر، وللأسف في مصر، مصر الشقيقة الكبرى، نحن هللنا وكبرنا لطلوع الأخ عبد الفتاح السيسي رئيسا للدولة ليحل محل الإخوان المسلمين. اليوم نفاجأ بتحالف الأخ عبد الفتاح السيسي مع حركة الإخوان المسلمين في اليمن، وهو بيتحارب وياهم في سيناء وفي القاهرة، ويشكلوا على النظام خطر، وهنا يتحالف مع الإخوان المسلمين في اليمن.
لفصل الشمال عن الجنوب. هذه الحرب هي تأتي لفصل الجنوب عن الشمال؟ نعم. هذا أنا أكد لك مش 99%، 99 زائد 10% من الباقي لفصل الشمال عن الجنوب. هذا إيديولوجية للأشقة في السعودية وبعض دول الخليج. ليش يكون شعب موحد، شعب كبير مؤثر وعلى البحر الأحمر والبحر العربي، وشعب قوامه 25 مليون نسمة، بينما جيراننا في المملكة لا يزيد عددهم عن 8 ملايين، والبقية هم عمال هنود على باكستان على فلبين، يعني حتى لو وصلوا 30 مليون ل 40 مليون هم وافدين، لكن هم هذا شعب يتوحد، احنا موحدين، حتى لو عملوا على الانفصال نحن موحدين اليمنيين. قامت الثورة 26 سبتمبر وقاتل الجنوب مع الشمال ضد الملكية. وقامت ثورة 14 اكتوبر وقاتل الشماليين مع الجنوب ضد الاستعمار. هذا احنا موحدين. الوحدة الآن في خطر. ما لا تخاف عليها. لا تخاف عليها. ما هيش في خطر. خطر مادي مالي ما. الآن صرفوا فلوس كثير لو تلاحظ. من شان يقولوا هزمنا اليمن واحتلينا اليمن وهزمنا الحوثيين وصالح. هناك الكثير من القضايا ربما سنتناولها في هذا الحوار، سنتحدث عن هذه التفاصيل. الوطن العربي ما يجري، هذا سم قاتل من حركة الإخوان المسلمين. سنذهب إلى فاصل آخر فخامة الرئيس، وبعد ذلك نكمل النقاش. مشاهدينا الكرام، فاصل آخر ونعود لكم، تفضلوا بالبقاء معنا. الثلاثاء 13 من أكتوبر، حلقة خاصة من واي نت. أذكر مرة أخرى، الحلقة بتكون مخصصة لكل ردود الفعل حول كلمة الزعيم. اكتبوا انشروا وإحنا بنعرضها إن شاء الله. تستعرضوا آراءكم ومشاركاتكم عبر الهاشتاج الخاص بالبرنامج واي نت باللغة العربية أو بالإنجليزية، وأيضا عبر صفحات البرنامج في الفيسبوك وتويتر. واي نت تشاهدونه في الأوقات التالية: 7 مساء، ويعاد 12:30 بعد منتصف الليل. قوات التحرير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى المقابلة الخاصة التي نجريها من العاصمة اليمنية صنعاء مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام. أهلا وسهلا بكم فخامة الرئيس مرة أخرى. سياسيا هناك محادثات في مسقط تقريبا. المؤتمر الشعبي العام وجه رسالة من أمينه العام إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأبدى أو أكد من خلال هذه الرسالة التزام المؤتمر بالقرار 22/16. هل هذا موقف جديد وتنازل جديد من قبل المؤتمر؟ هو نفس الموقف، وانا اعلنت انا شخصيا انا من اول لحظه، ولو تتذكر ان اعلنت هذا الموقف، سنتعامل بايجابيه مع قرار 2216 بايجابيه سابقا، لكن أول. الان بعد لحظه وبعد اعلنت في مقابله اخرى سنلتزم بقرار 2216. الان هو المؤتمر نفس السياسه مع انصار الله، والتزموا بقرار 2216، مش راضي المحللين السعوديين والخبراء يقولوا لا، الحل مش سياسي، الحل عسكري، لانهم بيتعلموا الحلاقه. مع الاسف الاخوان السعوديين ما يعرفوا حرب، بيتعلموا الحلاقه في رؤوس القضعه. يعني شوف الحلاق اول ما يتعلم في راس واحد قضاع ما بيشبع الشعر، فهم دحين بيتعلموا الحرب. اي كيف يحركوا السفن؟ كيف يحركوا الى باب المندب الى المخا؟ طيب تضرب المدنيين في المخا ليش؟ تقتل المواطنين في باب المندب ليش؟ تقتلهم في المزراق في حرض ليش؟ تقتل المدنيين في حق المهمشين في صنعاء ليش؟
تقتل المواطنين في ايصاله، ليش؟ انت بتقتل من؟ انت بتطلب راس علي عبد الله صالح وبتطلب راس الحوثي، طلب الحوثي، طلب علي عبد الله صالح. هم بعد كل ما ليش تقتل المواطنين؟ ليش؟ هذه الحرب المدمرة. أنت حق واحدة في المخا عرس ما عرس عرس. التحالف السعودي نفى أي صلة له بهذه المجزرة البشعة. هذه طائرات علي عبد الله صالح. هم يقولون حدث قصف من أحد المعسكرات القريبة من المكان. طيب عن حكم الولايات المتحدة الأمريكية حكم. هي قضية أكبر دولة في العالم عندها أجهزة استخبارية. إحنا محكمين يا أمريكا. أين المنظمات الإنسانية؟ لا وجود للمنظمات الإنسانية ولا لحقوق الإنسان، كلها منتهكة، كلها مشتراية ضمائرهم مثل ما اشتروا هو التحالف. فعلوا تحالف مضطربا ليش؟ اشتروا ضمائرهم، اشتروا المنظمات الدولية. كان في قرار مشروع تشكيل لجنة تبنتها هولندا. قرار لتشكيل لجنة دولية للتحقيق والتقصي. أجهضت السعودية. كل الناس مشترين. انا ما استشهد ادخل الى هذه الدرجه للسعوديه قدره على شراء الجميع اليمنيين والعرب والاجانب. قولي ليش؟ ما عندهاش برنامج سياسي ولا برنامج اقتصادي. جزء من الشعب النجد والحجاز يتسكعون في الشوارع، لا سكن ولا ماكل ولا مشرب، واموالهم أم عائدات النفط كلها شراء ضمائر المنظمات الدوليه وشراء الحكام. هذا مش جديد. الشعب السعودي المسكين، احنا بسطه، احنا ما بيننا خلاف، احنا والاخوان في السعوديه نجد والحجاز وعسير ونجد، ما فيش لنا خلاف. خلافنا مع النظام. النظام يستهدفنا. ليش؟ هكذا. بالعوده الى القرار الاممي وايضا رساله المؤتمر، بحسب معلوماتي كان لديك ملاحظات حول الرساله التي وجهت من امين عام المؤتمر على صياغه الرساله. انا مني. نعم. صحيح كان لي ملاحظات عليها لكن قد سارت. لكن عندي رسالة أخرى من منظمات المجتمع المدني ومشايخ اليمن وعقال اليمن ومنظمات المجتمع المدني، سترسل خلال اليومين الثلاث إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن وإلى أمين عام جامعة الدول العربية الذي بارك الغزو. هذا أمين جامعة الدول العربية نبيل مش عارف نبيل العربي. نبيل العربي هذا وجه لي رسالة، وهذه رسالة له، وأنك تتحمل مسؤولية يا أمين عام جامعة الدول العربية الذي باركت الغزو وصوتت عليه في مؤتمر شرم الشيخ، تتحمل مسؤولية الأطفال والنساء. طيب لأن احنا هل اعتدينا على السعودية؟ هل نشكل خطر؟ هل تآمرنا على السعودية؟ لا. خلاف مذهبي بينهم وبين أنصار الله فيش. هم جاءوا لإعادة الشرعية كما يقولون، وليس هناك أي حديث عن خلاف مذهبي ولا شرعية. ما بش خلاف ها؟ ليس هناك أي حديث عن هذا الخلاف. خلاف احنا السياسيين احنا ولا ما نعمي على خلاف مذهبي، انه هؤلاء وهابيين وهؤلاء بيسموهم شيعة، وهم الشيعة هم زيدية هم سنة، لكن لهم علاقة مع ايران. ما في مش 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 مش, 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 مش غلط. عندك اطلاع بعلاقتهم؟ هذه قطع علاقاتهم مع ايران. السعوديه نفسها هذه بينها خلاف هي وايران، ما قطعت العلاقات ولا ايران قطعت العلاقات. وهذه المسكين هذا الماجور يقطع علاقات، من انت تقطع العلاقات؟ ما هي الملاحظات لو اردنا ان نعرف، ما هي ملاحظاتكم حول الرساله وما الذي ستقولونه ايضا في الرساله الجديده التي ستوجه لاكثر من شخصيه؟ كل هذه المعاني التي تسمعها كلها، العدوان، ايقاف الحرب، التعويضات، فك الحصار، كذا، نحمل المجتمع الدولي مسؤوليه ما يحدث في اليمن. انتم تغضوا النظر عن القتل والذبح في اليمن، اي مؤسسه دوليه، اي امم متحده، اي ميثاق، تكلموا عن من؟ تضحكوا على من؟ طيب بعد الشعب اليمني يذبح على مرأة واسمها، أخذتوا قرار على علي عبد الله صالح والحوثي منع السفر. ليش؟ لأنه رضا لمن؟ للسعودي والهادي. طيب يا أخي خذ قرار وقف الحرب، خلي ما يوقف، اتخذ القرار بإيقاف الحرب بعد كأمم متحدة، خلي ما ينفذ. لم تأتي الحرب عن طريق الأمم المتحدة. يا أخي مباركة من الأمم المتحدة، وهذا بنغرس وصل. الأمم المتحدة لو كانت مش مباركة كانت اتخذت قرار بإيقاف المجازر.
طيب فخامة الرئيس، بعد التزامكم بقرار مجلس الأمن، ما الذي يريدونه منكم بعد كل هذا؟ يريدوا رأس علي عبد الله صالح واحد، ورأس الحوثي اثنين، هكذا. طيب هذا الأشياء بيد الخالق عز وجل، مش بأيديهم ولا قرارهم ولا احنا مواطن من مواطنيهم. سنقاتل وسنصمت وسنثبت حتى يأتي الأجل من عند الخالق عز وجل، مش من عند نظام آل سعود. ماذا عن الانسحاب من المدن اليمنية، من تعز ومن العاصمة ومن المحافظات الأخرى؟ متفقين على 7 نقاط: الانسحاب، الميليشيات حق هادي، وداعش حق هادي، والحراك حق هادي، مش الحراك الجنوبي، الحراك حق هادي، حراك مناطقي حق القرية، حق الوضيع، الحراك هذا ينسحبوا، وأنصار الله ينسحبوا، والجيش والأمن يتحمل المسؤولية، والسلطة المحلية تتحمل المسؤولية، السلطة المحلية في كل المحافظات حتى يتم إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية. هذا ما تضمنته النقاط 7 والنقاط 10، وإحنا موافقين عليها. لماذا لا تبدأون بالانسحاب من هذه المناطق ووقف المواجهات الداخلية؟ إشرف، نحن نرحب أن ننفذ هذا، تحتاج إلى تفاصيل، لأن 7 نقاط نقاط رئيسية تحتاج إلى آلية لكل نقطة من هذه النقاط أن تضع عليه. من يضع لها الآلية؟ الأمم المتحدة. تعال يا أمم المتحدة، أوقف الحرب، فك الحصار، نحن مستعدين، تعال شكل لجنة قانونية تشرف وعسكرية تشرف على الانسحاب، مستعدين للانسحاب. لماذا لا تبادرون بوقف المواجهات الداخلية، الحرب الداخلية؟ الحرب الداخلية في المحافظات اليمنية، الحرب الداخلية احنا ضدها. من بيغذيها؟ المال والأسلحة السعودية والمال السعودي، من بيغذيها؟ أوقف الحرب، أوقف التغذية، وما فيش. احنا عند الدليبني معركة، احنا وعبد رب منصور عند فهد. الكثير من هذه المواجهات في المحافظات اليمنية، الحروب الداخلية بدأت قبل ما تصفونه بالعدوان السعودي. ما كفش غلط، كان هناك في عدن، في أبيان، على مشارف عدن وصل الجيش واللجان السعودية. أبدا، هذه بدأ الحرب هذه. أين بدأها؟ بدأها في عدن، كان في تواجد للجيش واستعداء على الأمن المركزي واستعداء على الوحدات العسكرية، هو هذه باللجان الشعبية حقه وبداعش، هذه بدأ الحرب، الحرب الداخلية. كانت هذه الوحدات تمثل خطرا عليه في عدن بعد انتقاله إلى هناك. تمثل على خطر، أنا معه، الناس تمثل على خطر، يعني لم يكن أمام، لو كانت تمثل على خطر ما خرج، كانوا طوقوا وحبزوا، لكن ما كان في هذا الوادي. قلنا هرب، يلا عاد احنا باركنا هربته، قلنا انه يهرب ناجيا بجلده احسن من الاهانه في تحت الاقامه الجبريه. يعني ليس هناك تنازلات من قبلكم تساعد على وقف هذا او ما تصفونه بالعدوان كما يقول الطرف الاخر ايضا؟ نحن نقدم التنازلات تلو التنازلات. التزمنا بقرار 2016، مستعدين نلتزم بال7 نقاط هذه تتصلوا اليها في مسقط مع والد الشيخ. مستعدين انا اتخلى عن المؤتمر الشعبي العام، في مؤتمر عام بعد وقف الحرب، واذا كان وقف الحرب ياتي للحين وشتو تخلى عن المؤتمر، انا اعمل لهم تصريح جامد، اوقف الحرب انا اتخلى عن المؤتمر، وينعقد المؤتمر فيما بعد وقف الحرب. ما منقدم تنازلات، لكن ما ينفع المحلل السياسي، لو تشوف المحللين السياسيين المأجورين في القنوات الحدث على العربية على الجزيرة، ما بس بيننا احنا يوم القطرين اي مشكلة، بيننا احنا يوم مشكلة اننا ما رضيت احضر مؤتمر حق غزة، الجامعة العربية، حق الجامعة العربية، لان المؤتمر انعقد اليوم الثاني في الكويت. انا اثمن تثمين عالي موقف الكويت صراحة، تثمين عالي وعقلانيته هي وسلطنة عمان، هذا يعني قطري من احسن ما يمكن، على الرغم من انهم كانوا وتروا الكويتيين علينا ان احنا كنا نساعد سلطان حسين، بالعكس ما حد صدق سلطان حسين الا انا في عقر داره، قلت له لن يسمح لك المجتمع الدولي ان تغزو الكويت، دوله مستقله. كانت تخرج مظاهرات صح من البعثيين من الاخوان المسلمين يأيدوا سلطان حسين ويقولوا انا زي ما هو الحصر الان، انا اقدر تقدير عالي موقف الكويت،
لن تشارك في الحرب، شاركت بالطيارة مش مشكلة. يعني الكويتين عقال مجربين. طيب على الواقع، على الواقع ما الذي يمكن أن تقدمونه أنتم في حزب المؤتمر الشعبي العام، في الجيش، في اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله؟ احنا نلتزم بالسبع نقاط: الانسحاب من كل المدن، ويبقى الجيش هو صاحب هو والسلطة المحلية والأمن. لكن تشترطون قبل ذلك وقف الغارات أو الحرب السعودية، وفك الحصار، والانسحاب من الأراضي اليمنية على فكرة، واحنا مستعدين. ولا يدخلوا ذا صناعة موجودة، صناعة يدخلوها أهلا وسهلا يا مرحب، ما نزال نقاتل شلون نقاتل، عاد معنا 30 كوب، ما عاد زي بنت. ستدمرون العاصمة صنعاء؟ احنا مش ندمرها، احنا ندمرها ليش؟ هم اللي يدمر هذا اللي بيعتدي عليك. انا ما ابدا ادمر، انا معي كلاشنكوف، بندق كلاشنكوف، عنده اف 16، عنده صواريخ كروز، عنده صواريخ وين. لكن التصلب هذا سيجعل العاصمة عرضة للدمار، تصلبكم بمواقفكم، برفضكم للانصياع لهم، للانصياع لما يطلبونه منكم. لن نستسلم ولا نركع الا للخالق عز وجل. فعلى السعودية أن تفهم هذه الرسالة، أن توقف الحرب، وذي تطلب مننا إحنا مسؤولين. أنتم تطالبون بانسحاب القوات السعودية والإماراتية من المحافظات اليمنية، لكن تحدثتم سابقا أيضا عن مواجهات في الحدود عنيفة، وعن تقدم للجيش واللجان في عمق الأراضي السعودية. يعني فعل ورد فعل، يعني دفاع، الدفاع عن النفس مشروع، دفاع عن النفس مشروع اعتداء، هو دفاع، هو دفاع عن 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 الارض اليمنيه ودفاع عن النفس. ما هوش انه حد يستيغ للسعودي ابدا، يلتزم ويقف اطلاق النار الان، يوقف طلعات الطيران، واحنا متعدين ننسحب من على الحدود السعوديه، ونوقف ضرب صواريخ. رغم الامر مش بيدي، لكن سنتفاهم مع انصار الله. نتفاهم مع انصار الله للمصلحه الوطنيه العليا، انزحوا. المعلومات لديكم بأنهم استطاعوا التقدم إلى كثير من الأراضي السعودية هناك؟ يعني بعض الكيلومترات، ما في مشكلة، طبيعي. ليس لديكم نية لإثارة ملف الحدود اليمنية السعودية أو الأراضي أو ما كان يعرف بالأراضي اليمنية؟ أعلن أنا بعقلي، أنا أتكلم أنا بعقلي، أعرف ما أشتي. اتفاقية الحدود 34 ملتزم بها، واتفاقية جد بيني وبين الملك عبد الله ملتزم بها. انتم ماذا عن انصار الله؟ انا لا، لن يثيروها، ما قد اثاروها ولا تكلموا، ما اثاروها، لن تثار نهائيا هذه الجزئيه. لكن اذا استمر العدوى واستمرت الغطرسه والكبرياء، هذا كل شيء جائز، يمكن ان تثار، كل شيء جائز لاحقا في حاله الحروب، كل شيء جائز. إذا ما انتقلنا إلى الوضع العربي العام، هناك الكثير من الجبهات الساخنة، تحديدا سوريا اليوم هناك تواجد روسي، البعض يتحدث عن تدخل روسي شبيه بما حدث في اليمن كما يقولون. أنتم كيف تنظرون لهذا الأمر في هذه اللحظة؟ كيف نقول أن في تدخل روسي؟ وما بش تدخل أمريكي ولا غربي، في تدخل غربي، في تدخل عربي ضد سوريا، هذا تدخل. بالنسبة لسوريا، من حقها استنجدت روسيا انها تدعمها ضد داعش، مش ضد الشعب السوري، ضد داعش. مجتمع هادي استعان بالسعودية ودولة التحالف لضرب الشعب اليمني، كان يقول استعين بكم لضرب علي عبد الله الصالح، اوكي، لضرب الحوثي اثنين، لكن مش ضرب مقدرات الشعب اليمني اذا كان هو رئيس. وكيف حتحكم اليمن بعد 25,000 قتيل وجريح، وعايز ترجع صنعاء، عايز ترجع عدن ولا الوضيع، القريه حقك ما بترجعها، الشعب اليمني موجود، هو وغيره، هو وغيره، مش غيره، هو وغيره ومن معه. ليس لديكم مشكلة من هذا التواجد الروسي في سوريا؟ لا. البعض أيضا يتحدث، أنا أقول التواجد الروسي بناء على طلب شرعية الرئيس بشار الأسد، من حقه أن يطلب التدخل الروسي، مثل ما طلبت السعودية التدخل وحشدت الأمريكان والأوروبيين ضرب سوريا، ودفعت المال ودفعت الدواعش إلى سوريا، ورسقت مع تركيا على ضرب الشعب السوري. لما بنستنكر على روسيا انها تدخلت لضرب الدواعش، ضرب الدواعش حق منهم، منهم الدواعش حق
الاخوان في المملكه العربيه السعوديه. وانا اخاف الان ان في مخطط ان يضربوهم في سوريا ويدفعوا بهم صلينا الى اليمن. الى اليمن قد يرحلوهم. هل لديكم معلومات انتم في هذا الخصوص؟ يعني تحليل ليس هناك معلومات. تحليل لا قد استطيع. طيب كيف تقرؤون مستقبل المنطقه بعد هذا التواجد الروسي الواضح والمباشر؟ لابد من انفراج. كل ازمه في العالم لابد ما تنفرج. لابد ما يحدث انفراج. بس متى وكيف؟ من يحدد هذا الامر؟ ايوه المؤسسه الدوليه مخترقه. هذه هي الامم المتحده. من من؟ مخترقه بالمال يا اخي. يعني اليمن تقصف ليل نهار ليل نهار، ما في واحد طلع صوت في داخل الامم المتحده. يذكرني ب 94 في الحرب اشتروا السعوديين ضمائر كل الناس ضدنا، وحشد امريكي واوروبي ضدنا. وقفت معنا سوريا. وقفت معنا قطر. صراحة وقفت قطر معنا. مش حبا فينا. ولا حبا في سواد عيون علي عبد الله صالح. كراهية ما بينهم وبين السعوديين. والان خوات حبايب. والله لا هم يطيقوا السعوديين ولا السعوديين يطيقوا القطريين. هل سيحدث صراع قطري سعودي مستقبلا؟ صراع قطري سعودي ليش؟ على ايش؟ على الهيمنة. على ما صاروا على ما على طواحين الهواء. طيب هم وهابيون كلهم. هم كلهم دينوا للمذهب الوهابي. طيب ماذا عن التواجد الايراني دام هناك من يتحدث عن تواجد ايراني كبير في اليمن، عن تحالف ايراني مع انصار الله ومع الجيش الذي يواجه العدوان اذا لم يكن على صله بكم كما تقولون. انا اكون منصف. لا وجود لاي تواجد ايراني داخل البلد. كلام هرج ومرج. في فتره حكمكم كنتم تتحدثون عن تواجد ايراني؟ لا انا لا علاقات كان مع الايرانيين علاقات مع انصار الله، منح ادوا لهم منح دراسيه في داخل ايران. لكن تدخل ربما لا شيء مساعده ماليه ربما جائز، لكن تواجد عسكري، تواجد خبراء، تواجد اسلحه ايرانيه مش موجوده. ولا اسلحه صفقه لا شيء. انا اكد لك انا اتكلم باسمي وباسم الحوثيين. لا وجود لقطعه سلاح ايرانيه في اليمن. ولا وجود لخبير ايراني. ولو كانوا بيقاتلوا الايرانيين معهم حدود السعوديه والبواخر والسفن وال اذا كان جنب رؤوسهم. ماذا عن مستقبل هادي اذا ما عدنا قليلا؟ مستقبل هادي هل وضع مستقبل هادي على طاوله النقاش في مسقط؟ مستقبل هادي انتهى تماما، هادي انتهى رغم ان احنا مرحبين به بقرار 2019 يجي. تعال صنعاء تعال عدن تعال المشتري، لكنه انتهى سياسيا. واحنا نتفاهم بعدين مع السعوديه كيف نتم محاكمتك في محكمه الجنايات الدوليه، لانه لازم يتحاكم. هادي طبعا هيتحاكم اليوم ولا بعد اليوم. ترحبون بعودته وفقا لقرار مجلس الامن؟ هيتحاكم. 25,000 شهيد. انت تحكم الشعب اليمني 25 مليون وانت قد عدمت 25,000 طفل ومراه. وتقدر تحتل تدخل القصر الجمهوري في سعد ولا في عدن؟ هو عاد الى عدن والسعوديه ستعيده الى صنعاء ايضا. يا حي يا وسهلا يا اشاطسي. وانا مستقبل. اشاطسي. كيف؟ استقبل. رئيس الشرعي شرعية السعودية، رئيس شرعية السعودية. أنا 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 أغير عليه، أغير عليه من قلبي. كيف بتستطيع تظهر وتخرج وتخطب وتتكلم أنك رئيس لليمن وأنت بتدمره؟ دمر الشعب اليمني. تدمر أطفالنا ونساءنا مشان تعود تحكم. الطرف الآخر أيضا يطالب بمحاكمتك. أنا أمتثل الآن. الذي يطلبني يحاكمني يطلبني، انا مستعد امتثل امام اي محكمه دوليه محليه. ما جاهز عاش عندي احد. انا مواطن لا بيدي قرار ولا بيدي دبابه ولا صاروخ ولا مدفع. انا في يدي لكن الواقع غير. هذا الكلام لساني انا مقاتل سياسيا.
الخلافات الداخلية الآن تتحالفون مع أنصار الله في مواجهات الحرب في مواجهة الغارات، لكن هناك أنتم رفضتم ما يوصف بالإعلان الدستوري، وأيضا رفضتم اللجنة الثورية العليا. كيف تتحالفون في جهة وترفضون؟ متحالفين ضد الأدوار. نحن مش مع الإعلان الدستوري واحد، نحن مع اللجان الثورية. نحن حتى أبلغنا الحوثيين امسكوا، أنتم ماسكين السلطة امسكوها، ويطلع عبد الملك قائد الثورة 21 سبتمبر مش مشكلة، واعملوا فترة انتقالية ادوا قائد. لكن الإعلان الدستوري احنا ضده لأنه إنها مؤسسة. أنتم تعترفون بأنها ثورة، ثورة 21 من سبتمبر؟ أنا ما أعترف، أنا يعني تغيير 21 سبتمبر طردوا الإخوان المسلمين وطردوا علي محسن. ثورة محمد اليدومي وعلي محسن هذا مش ثورة، هذا كلام يعني استولوا على السلطة ما في مشكلة. أنا ما أيد لهم يستولوا على السلطة الحوثيين، بس يمسكوها صح، يكون عندهم برنامج سياسي وفترة انتقالية محددة ويحافظوا على مؤسسة الدولة. أنتم تتفقون مع الجانب الآخر في مقابل هذا، مع السعودية ومع هادي في مسألة رفض الإعلان الدستوري ومسألة أيضا رفض اللجنة الثورية العليا؟ نعم ما في مشكلة، هذا موقف لنا مش متفقين معهم، هذا موقف لنا خاص بيننا وبين الإخوان في أنصار الله. عرضوا علينا أن احنا ندخل معهم في شراكة في الحكومة، كنا ما نقدرش إلا إذا ألغي الإعلان الدستوري والغيت اللجان الثورية ممكن نتفاهم. ولن تقبلوا بالدخول في شراكة في ظل بقاء الإعلان واللجنة الثورية؟ لا هذا غير وارد. شكرا جزيلا فخامة الرئيس، والشكر أيضا لمشاهدينا الكرام على طيب الاستماع، وإلى اللقاء في مقابلات أخرى من العاصمة اليمنية صنعاء.